شاركنا اليوم باجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتم مناقشة عدة مواضيع تدعم عمل الأكاديمية في المستقبل، لما لهذه الأكاديمية من دور في دعم القطاع البحري من خلال كوادر بشرية تساهم في دعم النقل البحري على المستوى الوطني العربي. لله الحمد، كانت مشاركة الإمارات اليوم في الاجتماع مشاركة فعالة. كان الأساس أو الطلب من الاجتماع هو مناقشة مقترح الإماراتي المرفوع للجنة الاقتصادية، وتم مناقشة المقترح الإماراتي، وتم الإجماع من تقريبا معظم المشاركين على تأييد المقترح المقدم من دولة الإمارات. وهذا لله الحمد دليل على أن دولة الإمارات لديها تأثير جيد في المحفل البحري.